حلقة جديدة وشباب حكاية. الحقيقة إن الكنيسة المصرية لها دور مجتمعي قوي جدا، بتشارك المجتمع في كل مشاكله وأزماته وبتحاول إنها تضع حلول فاعلة على أرض الواقع. أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية هي ذراع التنمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية الحقيقة طرحت برنامج للتنمية الاقتصادية هدفه إنه يحد من نسب البطالة من خلال تشجيع الشباب على الإنتاج العمل الحر، وده طبعا بيتم من خلال خطوات كتيرة جدا زي التدريب، زي المشروعات المتناهية الصغر، زي التسويق، زي ملتقيات التوظيف. يعني لو انت عايز تشتغل لكن مش عارف تبدأ منين، عايز تعمل مشروع ومش عارف او مش لاقي حد يساعدك، مش عارف تسوق المنتجات بتاعتك، او مش لاقي وظيفه مناسبه، هنجاوب على كل الاسئله دي النهارده مع نيافه الحبر الجليل الانبا يوليوس اسقف عام مصر القديمه والمانيال وفم الخليج واسقفيه الخدمات العامه والاجتماعيه. اهلا بنيافتك معنا. اهلا بحضرتك. بشكر نيافتك على الاستضافه الكريمه. ده منورنا. شكرا جزيلا سيدي. منورنا. سيدنا، برنامج التنميه الاقتصاديه ده احد اهم برامج اسقفيه الخدمات العامه والاجتماعيه. عايزين نعرف الناس ايه هو البرنامج ده. هو الحقيقه العالم كله بيعتبر ان برنامج التنميه الاقتصاديه من اهم برامج التنميه ككل، وبيفرض نفسه من ضمن الاساسيات اللي هي لازم تكون موجوده في اي عمل تنموي في اي بلد او في اي جمعيه. وحتى احنا كنا قابلنا وزير التنمية الألماني وجي مصر وقابلنا وقابل وفد يعني من الأسقفية، وقال ان اهم حاجة في المراحل دي والمرحلة المقبلة هو التنمية الاقتصادية وبرنامج التنمية الاقتصادية. فهو ذراع رئيسي، لكن احنا بنعتبره نمرة ثلاثة في الترتيب في دخولنا للتنمية لأي إنسان أو لأي مجتمع. بيأتي بعد إيه؟ بيجي النمرة واحد بيجي التعليم طبعا، والمقصود بالتعليم تغيير الفكر والتعرف على إمكانياتي، وأقدر إن أنا أعرف أتعرف على نفسي أصلا. فالتعليم والتشجيع على استمرار التعليم وإن أنا أخد شهادة. احنا ما بنقفش اطلاقا عند حد محو أمية اي انسان، احنا دايما بنمشي في اتجاه ان احنا لا ناخد شهادة اعدادية وناخد ثانوية او دبلوم ونكمل في الجامعة. فالتعليم وتغيير الفكر دي نمرة واحد. نمرة اتنين الصحة طبعا. انا لو مش واخد بالي من صحتي ولو انا مش معتني بنفسي، وجوه الصحة بندخل بقى في محاربة الإدمان ومحاربة العادات الغلط، وبندخل في كل الحاجات اللي هي ناتجة عن التلقين النابع من جهل يعني. فالحقيقة بنهتم بالصحة بكل إنسان، ده بيكون قبل ما ندخل خالص في قصة التنمية الاقتصادية. لما بنظبط التعليم وبنظبط الصحة بنقدر بقى ان هو يتقبل مننا فكرة طب هتبقى انت غير معتمد على الاخرين ومعتمد على نفسك ازاي، وهو ده مدخل برنامج التنمية الاقتصادية سواء للشباب او سواء لاي انسان في المجتمع. طيب البرنامج ده موجه لفئة معينة من الشباب ولا لكل الشباب؟ كل الشباب. البرنامج ده موجه اولا للشابات وللشباب، وموجه لكل الأعمار، مش موجه يعني أنا لازم أبقى ما تعدتش كم وعشرين أو مش 30. بسن محدد لا مش بسن ومش بجنس ومش بمكان،
يعني احنا بنستهدف من اسوان لاسكندريه، يعني لا مكان ولا نوع ولا عمر. هي طيب، واحنا بقى بنبتدي مع نيافتك النهارده شرح كده تفصيلي للبرنامج. اولا نتعرف على هدفه، هل هدفه ان انا اوظف الشاب ولا اني ادربه ولا اني اعمل له مشروع ولا كل ده، وبيحصل ده ازاي؟ احنا متنوعين مش زي بعض، فينا اللي ينفع له الوظيفه طبعا، وفينا اللي هيشتغل في مصنع او مشروع. المشاريع نوعين، في مشاريع صغيره وفي مشروع نقدر نعمله في مكان بيوظف 40 50 60، وكل ده جربناه. ففينا اللي بيشتغل كده، وفينا اللي ينفع يدير مشروع صغير، وفينا اللي هو هينفع يشتغل في شركة. أهم حاجة في القصة دي السستينابيليتي، الاستدامة، إن مش بدأنا وبعدين وقفنا، أو بدأنا طب هنبيعه فين، طب بدأنا طب أنا كده وقفت، طب أنا عايز تاني. علشان كده احنا بنسميها قروض، او المشاريع دي دوارة. يعني احنا ما بنقفش على اول قرض، يعني شاب ياخد مثلا 10، القرض لما بيسدد القرض بدون فوائد، طبعا الكنيسة بدون فوائد، بدون فوائد، بيسدد القرض ده، وطبعا برضو ليه طريقة في تسديد القرض اللي هو بيسدده ده. بعد كده في ناس كتير وبيتسدد القرض الاولاني كله وبيحصل على القرض الثاني، القرض الثاني بيكون اعلى من القرض الاولاني وبيكبر مشروعه، وفي بيسدد القرض الثاني وبعد كده بيحصل على القرض الثالث وبيكون اعلى من القرض الثاني. فاهم حاجه في القصه ان مش انا خلاص انت خدتي مشروع واحنا مشينا على كده، بتتابعه بالظبط، تابعك هتسوقي ازاي. طبعا هبقى معاكي في الاول اختيار نوع المشروع. طبعا احنا كنا قاعدين في مكان قداسة البابا استضاف كذا مرأة من اللي هم عملوا المشاريع، فكان في واحدة اسمها بطة. فبطة دي في قرية هي مش مسيحية وكل اللي في القرية مسيحيين، فقالت ان كل القرية محتاجة طعمية، فبطة دي المشروع اللي عملناه لها الطعمية. طيب معنى كلام اختيار المشروع طبعا انه المشروعات دي مش بس للمسيحيين، دي كمان للمسيحيين وللمسلمين. طبعا يعني البرنامج ده بيخدم كل المصريين. طبعا طبعا. بس اللي انا القصه اللي انا بقولها لحضرتك الاستمراريه دي بنوع اختياري للمشروع ده في منتهى الاهميه. طبعا في البدايه يعني انا مثلا اختار كل، يعني في كذا حد بيبيع طعميه، طب انا هعمل طعميه، طب انا هبقى واحد من ضمن خمسه بيبيع صح طعميه. صح. لكن هي بصت ما حدش بيبيع طعميه وكله مسيحيين بيصوموا، فمحتاجين طعميه هياكلوا ايه؟ بقت نجح مشروعها بنسبه 100%. الاختيار الملائم والتسويق، الاختيار مع التسويق. احنا هنا في مصر القديمه عندنا منطقه اسمها عزبه خيرات، كويس؟ عملنا فيها مشروع ضخم جدا كبير، بيعملوا شنط الأطفال، بيعملوا لبس، 50 صنف لبس من البنطلون للتيشيرت لكل اللي انت عامله بايديهم، بنات واولاد شغالين بالمكن سواء مع بعض، مشروع مجمع. ايه اللي ينجح ده؟ جينا قلنا ايه بقى، ما حدش يشتري اي لبس من اي حته في العيد اللي جاي غير من انتاج مصنعنا. وعملنا معرض كبير يا على باعوا تماما، باعوا ما كانوش ملحقين على الطلبات. حلو قوي. فالقصه هي ايه؟ انت لما تيجي تعملي المشروع لازم تدوري على التسويق بتاعه. احنا لو مثلا اسر منتجه مثلا، لسه باعتين لي امبارح اكل من مشروع تاني في منطقه كنيسه تانيه عندنا، الاسر المنتج اللي بيعرف يعمل فطير واللي بيعرف يعمل اكلات جاهزه واللي بيعرف يعمل ايه وبيعرف يعمل ايه، تسويق المشروع ده بينجح العمل ده، ده بيكون مهم. والبرنامج بيساعد اللي جاي على انه يختار مشروعه في الاول، في الاول طبعا. وبيساعده انه يكمل، وبيساعده في طرق التسويق
لو هو ما عندوش طرق التسويق انا لازم اكون دارسها في دراسه الجدوى طبعا. يعني انا ما ينفعش اجي اقول لحضرتك انا هنعمل شنط، هنعمل كوتشي، هودي انتاجه فين؟ طب وهعمل كوتشي انا لازم اكون متفق يا بونا داوود انت ما تجيبش كوتشيات من اي حته، كوتشيات عندنا خد انتاجنا. يا جماعه هوب لا انتوا لبس المدارس عندنا، ادونا التيشيرتات، يا مدرسه ايه. طب هقول لحضرتك مثل تاني، مثلا الحضانات. طب ما الحضانات ليها زي، طب ده انا لو اتفقت على كل حضانات ابونا داوود والراي وام النور واسقفيه الخدمات عندنا كام طقم حضانه لكام طفل صيفي وشتوي، لو وزعنا ده على مشاغل وعلى الشغل، طب ما ده ماركتينج. فاحنا لابد احنا بنسوق لبعض. موضوع التسويق ده نمره واحد في نجاح اختيار طبعا. المشروع طبعا. والتسويق ده بالنسبه سواء مشروع كبير ويشغل 20 30 40 ده نوع، او سواء يعني نيافه انبا يوسف في امريكا هيئه اسمها هوب. الحقيقه طبعا دول من ضمن الشركاء الرائعين معانا في اسقفيه الخدمات، هم نفسهم بيقولوا لنا شوفوا يا جماعه المشروع المناسب للمجتمع واحنا داعمين للمشروع، بس اهم حاجه المناسب. مثلا قريه كلها طماطم تمام، طب ما انا ممكن اعمل مشروع صلصه صح، فلقينا بس لما هنيجي هنعمل الصلصه لقينا جنبهم صلصه ثانيه، فكده هيبقى مش عارف منافس قوي، فمش هينفع ومنافس وهندخل، فلازم ان انا هفكر في نوع ثاني. بس القصه ان انا بختار من المكان للمكان. يعني انتوا باذن الله تتقابلوا مع الناس اللي عملت طبعًا المشاريع طبعًا دي طبعًا ويتكلموا معاكوا. انا طبعا رحت الكوره وشفتهم، فلما بدخل على واحده واشوفها انت ليه ترزيك، لان محدش بيفصل الجلاليب، طب انت ليه ده، لا محدش بيعمل، هم عارفين ان البضاعه اللي هم بيقدموها ملهاش زي فيقدروا يشتغلوا. دي نمره واحد في النجاح. طيب في واحد ممكن يبقى متخرج معاه مؤهل عالي او معاه مؤهل متوسط او ما عندوش اي مؤهل، بيقول انا عايز اروح لبرنامج التنميه الاقتصاديه بس انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا مش عارف انا محتاج تدريب ولا ادخل على مشروع، انا مش عارف اعمل ايه، بتساعدوه ازاي؟ وانا هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا احنا نظامنا في الاسقفيه ان احنا بنشتغل في مجتمعات طبعا، ما نقدرش نشتغل فردي، يعني ما اقدرش اعمل تدريب لواحد. بنشتغل في 9 مناطق عشوائيه وبنشتغل في 38 في اسف 35 قريه، مجتمع قريه، والمناطق العشوائيه حوالين القاهره وحوالين اسكندريه تمام. في جميع المناطق دي بنعمل التدريب وبنستقبل الشباب، بنشتغل في المجتمع الواحد من 3 إلى 5 سنين، كل سنه بنستهدف عدد من الشباب. زي ايه التدريبات اللي بتتقدم؟ الاول بندربه ان هو يتعرف على امكانياته. نمره 2 بندربه على ازاي ان هو يختار، يدرس الاحتياجات، يختار المشروع بتاعه. نمره 3 ازاي ان هو يديره وازاي ان هو يسوق ويستمر. يعني بنعلمه ازاي يقوم مشروع. بالظبط. ازاي يعمل دراسه جدوى. بالظبط. في نوعين، في ناس بتعمل مشاريع ده بقروض على طول، وفي نوع تاني بيحتاج ان هو يتعلم حرفة شايف ان هو عنده امكانية ليها وعايز يتعلم. زي مثلا بنات كتير جدا بتاخد كوافير. وما مستلزمات الكوافير، مش بحافظ انا الاسماء دي قوي يعني. وكتير بياخدوا مشغل، وكتير بياخدوا حضرتك الاكسسوارات. بتتباع دلوقتي ان انا اعمل غويشه، اعمل خاتم، اعمل حلق، دي برضو ليها دوره. ده بقى اصول بالنسبه للبنات. في بالنسبه طبعا للولاد كتير جدا بقى، كان زمان يجروا كتير على تصليح الثلاجات، قال لي طبعا شويه تصليح الثلاجات دلوقتي الاجهزه الالكترونيه اكتر. دلوقتي بقى هصلح كمبيوتر، هصلح تليفون، كهرباء عامه،
تجهيز كهرباء عامة، هركب سيراميك، هعمل سباكة ولحام، كل دي صناعات، وتكييف وتبريد، وبرضه بندي دورات إذا كانت حتى الثلاجات دورات مختلفة. لما بياخد الصنعة بندي هدية عدد للشغل والبدايات عشان يبتدوا بيها، عشان يبتدوا كوافير، عدة كوافير كاملة هي بتاخدها هدية. طبعا شغلنا في القصص دي الحقيقة احنا ماضيين لأول بروتوكول مع الهجرة. طبعا ليه الهجرة؟ دكتورة نبيلة شايفة ان البلد بتعاني من الهجرة غير الشرعية. وبنفقد شبابنا في الغرق، وبنفقد شبابنا للأسف بيضحوا بحياتهم بدون وعي. فطبعا لما نوجد فرص لأولادنا وشبابنا ان هم يشتغلوا هنا هيهاجر ليه؟ صح، تعالى انت هنعمل لك اللي انت عايزه هنا، ما تيأس واحنا معاك. فبنوعي الولاد لخطر الهجرة غير الشرعية، بنوعي الشباب وبنفتح لهم مجال عمل وبندربهم وبنديهم العدد. فوزارة الهجرة قالت هنختم الشهادات عشان تبقى موثقة، يعني موثقة معتمدة بختم وزارة الهجرة. وزارة القوى العاملة قررت انها هتعتمد شهادات اسقفية الخدمات ختم الوزارة، يبقى انا ممكن بالشهادة دي اشتغل في اي حتة. ده ختم رائع. ومش بس كده، هتعرض في البروتوكول ان كل المراكز التابعه للوزاره دي نقدر ندرب اولادنا فيها. يعني كمان يبقى لينا مقرات حكوميه كمان علشان نقدر ندرب فيها. الحاجه الثالثه ان هي هتدرب كل اولادنا على الامن الصناعي، وده موضوع في منتهى الاهميه. طبعا ومطلوب. في منتهى الاهميه. واولادنا قال احنا ينقصنا القصه دي وقليل الخبره في القصه دي، اشوفها مهمه جدا. فطبعا غير ان السيد وزير قال ان كل العماله غير المنتظمه اللي عندكم ايدوها عندنا، ودول يحصلوا على مكافآت في حاله لو العمل وقف كورونا، يحصلوا على مكافآت في الاعياد، يحصلوا على مكافآت في كل المناسبات. ده بروتوكول هايل جدا 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 فعلا، يعني كل الشكر مقدما للسيد وزير القوى العامله والوزاره. فكل ده لما انا باخد التدريب واوثق الشهاده بتاعتي بيديني امكانيه اكتر لعمل اكتر، لفرص عمل اكتر بالشهاده اللي انا. طيب ده بالنسبه للناس اللي بتحصل على تدريب. بالنسبه للناس بقى اللي عايزه تعمل مشروعات، اولا عايزين نعرف من نيابتك انواع المشروعات، يعني هل هي مشروعات متناهيه الصغر فقط ولا ممكن نعلى بليفل المشروع اكتر من كده؟ نوع المشروع طبعا احنا بندي رقم معين يعني محدودين برقم معين، سقف يعني، في حد اعلى يعني. لكن لكن الرقم الحد الاعلى ده احنا برضو بنشوف يعني ممكن هيتساعد من هنا من هنا، هو لازم يشارك طبعا. هو برضو مشاركته مهمه، لكن طبعا احنا بننظر لمشاركته دي بحسب امكانياته. بحسب الامكانيات، لكن هو لازم يشارك، كنيسته والمكان اللي معاه لازم يشارك، واحنا بنشارك وبنكون عدينا ذهنه، هو تعرف على امكانياته، تعرف على امكانيات المكان. يعني من ضمن المشاريع اللي ممكن حضرتك يعني بنستخدمها في الريف كتير وناجحه كتير جدا جدا جدا، المعيز. تربيه المشية يعني. معزتين وبعدين بقى رد حلاوه مثلا، بس المشروع ده حسب طبعا مش هنعمل معيز هنا في مصر، لكن انا بتكلم على حسب كرة. المكان. حسب المكان. بط في حته ومكان الدوره ارانب تريسيكل، توك توك. وانا ركبت تكاتك مع ناس يعني فتح ليهم المشروع ده، وركبت معاه توك توك في كوره في جرجا. انا فاكر قالوا لي المشروع ده الاسبوع الجاي تروح، رحت راكب معاه قلت له لا وصلنا. والراجل يعني فتح بيته طبعا بالتوك توك طبعا. فنوع بس يعني هو شايف ان في الحته دي ينفع التوك توك، هنا التريسيكل وهنقل بيه البضاعه للناس، هنا هيناسبني الارانب، هنا اقدر اربي فراخ، لا هعملها بيض. هنا احنا بنعمل كمان منتجات، مثلا في جهات ناس عندها هعمل جبن،
والزبده والحاجات دي. هعمل كذا هعمل كذا. وده بيبقى مثلا جوه البيوت، مش محتاج لاماكن علشان خاطر نصنع فيها الحاجات دي. في طبعا في حاجات كتيره ممكن الواحد يعملها كده، وبرضه هو لو احتاج مكان بنخلي بالنا انه هيأجر حاجه معقوله. يعني زرت محلات كتير لاولاد بقاله. احنا بنساعده في ده انه ياخد مكان ويملاه بضاعه. بص، الكنيسه بتساعد، اسقف في المكان بيساعد، والشخص نفسه بيساعد، واحنا بنساعد. بس بنعمة ربنا الموضوع ده مبهج جدا، وانا باذن الله على امل انكم تتعرفوا بالشباب دول طبعا. والشابات دول، ويتكلموا مع اخواتهم ويشجعوهم، بحيث ان الكل يكون مقبل. لا، في امل، لا ننجح. احنا عايزين بقى ناخد وعد من نيافتك كده انه نيافتك تكون موجود، ويا ريت يكون كمان قداسة البابا معانا في اللقاء ده، وعدد من الشباب اللي قدروا انهم يقوموا مشروعات ونجحوا فيها. اعداد يعني، احنا باذن الله ناخد يعني مجموعه من كل منطقه، لكن اعداد الشباب اللي بنعمه ربنا نجحوا وبيوتوا وبقوا معتمدين على نفسهم ومش معتمدين على الغير وفاتحين بيوتهم عدد. طب يا سيدنا، في ناس تقول لنا احنا ما نعرفش حاجه عن برنامج التنميه الاقتصاديه، يعرفوا ازاي او يقدروا يتواصلوا ازاي؟ يدخلوا على موقع اسقفيه الخدمات او صفحه اسقفيه الخدمات، وفي عندنا تليفونات للتواصل، وفي عندنا ايميل، يبعتوا واحنا مع اقرب، يعني احنا عندنا مراكز وعندنا شغل نلحقهم باقرب حاجه. يعني في مجموعات تدريب بتبقى في كل منطقه مثلا من المناطق اللي الاسقفيه شغاله فيها، ونلحقهم باقرب تدريب ليهم كمكان وكوقت. يعني نبقى عارفين مثلا ان احنا هندرب في الحته الفلانيه في الوقت الفلاني، يبقى في الحته الفلانيه قوي. هي طب انا بستاذن يافتك، هنخرج لفاصل، لسه عندي اسئله كتيره جدا لكن هنكمل بعد الفاصل. اتفضلوا هنخرج لفاصل ونرجع مره تانية، خليكم معانا. في ان الكنيسه تعمل لجنه بتساعد الشباب علشان تاهلهم ان هم يعملوا مشاريع خاصه بيهم؟ لا اكيد دي حاجه كويسه جدا طبعا، هتساعد الشباب ان هم يبداوا الحياه العمليه بتاعتهم بعد الجامعه وكده، بعد ما يدخلوا الجيش، فاكيد طبعا هتساعدهم كتير. فان هو الواحد ما يبقاش لسه متكون مثلا دخل داخله او كده، فبتبدا حياته من خلال كده. لا هو فعلا الشباب الفتره دي محتاج قوي اي دعم او اي جايد يمشي عليه او اي مسار، وبالذات لو كان داخل الكنيسه. يعني من داخل الكنيسه يبقى حلو، حاجه فيها امان وحاجه فيها دفع وتقويم. يعني كل كنيسه تهتم باللجنه دي ومساعده الشباب على بناء مشروع جديد ليه، وبيساعده يعني عشان ايه ينميه، وبدل ما يكون قاعد في البيت يفتح دخل جديد وينمي نفسه بنفسه من غير مساعده اي حد من الكنيسة ولا أي حد. يعني يساعد نفسه بنفسه وينمو ويكبر في البناء. تمام، حاجة كويسة طبعا، اللي يساعد الناس وتبقى حاجة كويسة مستقبليا ليهم وأفضل. يعني هي طبعا فكرة حلوة جدا، بس هو محتاج ان هي بس تبقى واصلة عند الناس اكتر والناس تسمع عنها اكتر من كده شوية. بس هي طبعا فكرة كويسة جدا، خصوصا ان في ناس بيبقى عندها افكار ويبقى صعب الامكانيات بتاعتها مش متوفرة قوي ان هم ينفذوها. ايه الافكار الجديدة اللي ممكن يقدموها عشان تساعد الشباب؟ يعملوا ايه مع الشباب عشان يساعدوا؟ يعني ممكن برامج تأهيلية للشباب في سوق العمل، بيبقوا محتاجين مثلا حاجات. سوق العمل دلوقتي متطلب مثلا كورسات كمبيوتر، متطلب حاجات كتير، تمام، متطلب لغه وكده. فلو ممكن يساعدوهم من خلال كورسات تعليميه للكمبيوتر، او التاهيل للمجال اللي هم يتخصصوا فيه، او تاهيل لسوق العمل، ازاي يتعامل مع الجمهور، ازاي يتبادل يعني مثلا لو هي منتج معين هيقدمه للمجتمع، ازاي يتعامل مع المجتمع في خلال من خلال ان هو يسوق للمنتج ده. فاكيد لو في برامج تسويقيه يتعلمها او كده تبقى افضل. ممكن تحفزه، ممكن تساعده في الاول في البدايه، يعني مساعده يعني تسهل له يعني المكان ممكن، او تساعده على انه على مكان قريب
بالنسبة اللي هو بعد كده يقدر يجمع مجموعة من الشباب مع بعض ومساعد مع بعض ويعملوا بناء مشروع جديد وكويس ليهم وللمجتمع. أكيد عن طريق اللي هي زي النظام البنوك والبنك العقاري والقروض اللي بتتعمل دي، ويقدر يعمل أي مشروع صغير كده يبتدي بيه حياته وربنا يوفقهم إن شاء الله. أول حاجة إن هو ممكن في ناس كتير بيبقى عندها الفكرة بس مش عارفة إزاي طريقة إن هي تنفذها أو تحطها إن هي تتطبق أو كده بالشكل القانوني وبالشكل الفكرة إن هو يديك حقوق الملكية الفكرية يعني. فلازم يبقى طبعا المعلومات دي كلها متوفرة عند الشاب اللي عنده فكرة عايز ينفذ. هو الإنتاج مصنع كبير يعامل مطلوب منه كذا حاجة في اليوم، مثلا لو خشب مثلا أبواب وكده مطلوب كذا باب من الآخر عشان نقدر نجيب. هو هتلاقي شباب كده، هو يعني في كل 10 شباب هتلاقي 2 أو 3 يقدروا يقوموا بهذا الموضوع. مطلوب منك قد كده بدخل قد كده، دخل مميز بس مطلوب منك وجود مميز. دي بس ده الفائده اللي يعني البذره الاساسيه اللي هتنجح الموضوع. عن معايا فلوس هعمل مشروع كبير، اللي يجيني هياخد دخل مميز في نظير انه يديني انتاج مميز. الافضل ان هي تساعد الشاب مثلا بتمويل وفلوس، ولا ان هي تدربه وتعلمه ازاي يقدر يعمل مشروع او يتعلم حرفه؟ لا، هي تساعده ان تدربه على انه يعمل حرفه جديده، بدل ما تساعده ان بفلوس. ممكن الشباب لما في فلوس في ايدهم من غير ما هم يجيبوها بنفسهم بكفاح العمل ده يبقى يقعد يتكاسل، اما لما يكون الكنيسه تساعده ان هو ازاي يعمل تبنيه وتساعده ان هو يعمل مشروع جديد وتدي له الافكار ازاي يعمل مشروع، اما من غير ما يساعده بفلوس. لما الشاب يلاقي فلوس في ايده جاهزه من غير اي مشروع فهو ما يعملش حاجه، يقول زي ما انا بتجيلي فلوس من غير ما اعمل مشروع ليه. في الاقاليم لا، ناس عايزه تنحر في الصخر زي ما بيقولوا حقيقي، اي حاجه فيها تشجيع هتلاقي فيه ناس. هو الاثنين، بس لما يبقى فيه ترتيب اولويات هتبقى احسن كتير. لما تبقى فيه ترتيب اولويات الاول ان هي يبقى فيه برامج ازاي يدخل سوق العمل، لان انا دلوقتي يعني مثلا مش متعلم السباحه فمحدش هيرميني في البحر ويقول لي عوم مثلا، لا لازم الاول اتعلم السباحه عشان اعرف ابقى سباح كويس. فسوق العمل كده، سوق العمل عباره عن بحر كبير، لازم الاول اتدرب كويس عشان بعد كده ابقى كويس في سوق العمل واقدر اطور من نفسي. لكن ان انا هاخد مثلا كتمويل كده وهبدا المشروع فاكيد هفشل في الاول، انا مش متعلم الامور تطور ازاي. اعتقد الحاجه العمليه افضل، الفلوس هتضيع شويه وممكن انا كشاب ما عنديش خبره هتضيع مني شويه، هتديني الكنيسه 20,000 30,000 50,000 يعني ممكن تبقى عيب على الكنيسه وانا بالنسبه لي مش تعمل حاجه. لكن لو كيان كبير تعمل الكنيسه وزي بقول الحركه اهو، تشترط عليا مثلا انا همسك حتى لو شارك حتى واحد في الألف بشترك حاجه معينه مجهود وكذا. وفي فعلا في عيال كبير قوي من الشباب فعلا قادره تدي مجهود جامد. طبعا ما كل الكلام ده لان هو بيبقى عنده فكره كمان ان هو نوفر للناس ان حتى لو حد ما عندوش فكره هو ممكن ازاي ندربه ان هو ممكن يشغل مخه ويبقى عنده يطلع فكره معينه جديده يعني او يبتكر حاجه جديده. هو الافضل طبعا اللي هي الاول تديهم زي كورسات كده، تديهم دراسه جدول يمشوا ازاي يبتدي المشروع بتاعه تمام وهينفذه ازاي وهيبتدي ازاي عشان ما ياخدش الفلوس يضيعها كده ولا كده، وفي الاخر يعني مش هيعرف لا يسدد ولا يعرف يعمل حاجه ويبقى بهدله الاثنين يعني. فهو الافضل هو يتعمل دراسه جدول ويتعمل لهم كورسات ويتعملوا زي النماذج كده يعني، ياخد خلفيه ده المشروع ده كذا والمشروع ده كذا ويبحوا كذا ونتائجه كذا وربنا يوفقه. برحب بكم معانا مره ثانيه في شباب حكايه، برحب بنيافتك معانا يا سيدنا منورنا. في الفاصل يا سيدنا شفنا رأي بعض الشباب والمقترحات، فواضح جدا انه في بعض الشباب لسه ما عندهمش خلفية بطبيعة برنامج التنمية الاقتصادية. فأولا عايزة اعرف تعليق من نيافتك، وتباعا يعني طول الحلقة هتنزل ارقام التليفونات الخاصة ببرنامج التنمية الاقتصادية التابع لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية. هو انا بقول لشبابنا اولا شكرا لروحكم الإيجابية، وشكرا انكم فعلا بتفكروا في الافضل، وشكرا لانكم عندكم امل وعندكم رجاء لان هو ده باب النجاح لاي شاب طبعا، وده اللي انا لاحظته في كل التعليقات. وعايز اقول لكم ان كنيستكم معاكم ومفيش حد هيترك باب الكنيسه
مش هنهتم بيه. كنيسة مفتوحة زي ما قلنا في الأول، أنت في أي مكان، أنت ولد أو بنت، أنت في أي عمر، إحنا مش هنقول لأ فاتك إيه ده أنت بقيت كام سنة، لأ مش هنقلق، هنعمل لك، هنوقف معاك، بس لازم تاخد بالك أنك تكون صبور معانا شوية، لأن أنت لازم الأول هتتدرب ولازم الأول هتفهم القصة، لازم تمشي إزاي علشان تنجح. فمن غير التدريب ده، وده بيكون في منتهى الأهمية بالنسبة لك، اللي بيه هتقدر ان انت تستمر زي ما حكينا في الجزء الاولاني من الحلقة، ازاي ان انا استمر باختيار النوع المناسب في المكان المناسب والماركتينج المناسب. هنعلن عن انت تتواصل ازاي، تبعت على فين، واحنا هنقدر ان احنا نوجهك لأقرب تدريب فين في أقرب وقت، وبحيث ان انت تقدر تدخل وتلتحق وتقدر تاخد المشروع المناسب. بس طبعا انت مش بتتقدم بنفسك كده لوحدك كفرد بالمشروع، لازم كنيستك بتقدمك، ابونا بيقدمك يدعمك. طبعا ابونا بيقول ان انا بالاعتراف او ان انا هاجي اشترك معاك. بالنسبة لاخواتنا اللي بيكونوا مش ليهم الكنيسة، ده بيكون في المجتمعات اللي احنا بنشتغل فيها، فطبعا بيبقى معروف في المجتمع لدى اللي موجودين كلهم، فبيقدر ان هو برضو بيلتحق في دورات التدريب الاولانية دي، وبيقدر ان هو يحصل على المشاريع ويقدر ان هو يشتغل برضو. لكن احنا هنقدم وتأكد ان احنا هنرد عليك في الوقت المناسب. طيب في مثلا شباب تقول لا احنا مش محتاجين تدريب، احنا بالفعل عندنا صنعة، يعني متعلمين صنعة، بس مش لاقيين مثلا فلوس نبتدي بيها مشروع. يعني مثلا واحدة بنت بتعرف ان هي تخيط لكن ما عندهاش مثلا المكنة او المكان، شاب بيعرف في النجارة بس ما عندوش خامات او معدات، بنعمل لهم ايه؟ احنا بس هيبقى في قاعدة في الأول مع متابعين البرنامج ومع المختصين، هيتأكدوا من يعني الجودة دي عند الشخص للحرفة دي أو عند الشخص للحرفة دي. طبعا لا مش محتاج إنه هو يدخل تدريب تاني، معاك حق، هيبقى بيضيع وقته بالظبط. فلا على طول طبعا هيدخل، وهيبقى برضه بنفس الطريقة هو بيكون ليه مشاركة وكنيسته بيكون ليها مشاركة، يعني الأب الأسقف في الكنيسة وإحنا هيكون لنا مشاركة وهنبدأ عليهم في المعرفة. طيب نيافتك قلت في الأول إنه القروض بتكون من بدون فايدة، القروض دي هو بيحصل عليها مقابل إنه يسدد القرض على مدة زمنية عليه طبعا أول كام شهر على ما يبدأ، هايل، وبعد كده بيبتدي وممكن بقى ياخد قرض تاني وممكن ياخد قرض تالت ونعلى في المبلغ شوية. طبعا هل ده بيكون ليه شروط معينة بخلاف إنه تدرب وإنه الكنيسة بتدعمه؟ يعني هل مثلا في شروط تانية بتضعها أو بيضعها البرنامج علشان خاطر أقدر أحصل على القرض ده؟ هو أولا القرض إحنا زي ما اتفقنا له سقف، ولابد قلنا من المشاركات، وأنا متدرب وأنا اتدربت وكنيستي مرشحاني، فإيه المانع إن أنا أحصل على القرض؟ مفيش مشكلة خالص. لا خالص. وللسيدات وللشباب، يعني بنات وولاد بالظبط. تمام. في بعض الناس تقول لي يعني طب هل مثلا في ضمانات معينه لازم اقدمها، في اوراق معينه لازم يعني اقدمها؟ بس احنا اللي انا عايز اقوله ان احنا يعني انا برضو علشان يبقى الرقم واضح، يعني احنا الحد الاعلى لينا في المرحله الاولانيه 10,000. ده مشروع متناهي الصغر. لا ده عامه في القروض، ده الحد الاعلى. يعني احيانا الواحد مثلا يجيب ورقه انا محتاج قرض 100,000. مش في مقدوري. يبقى احنا بنخاطب الناس مثلا اللي عايزه تبتدي بحاجات بسيطه، يعني مثلا تجيب مكنه، تجيب عده مثلا شغل لمهنه معينه، الحاجات بالزبط. دي بالظبط. هو ده يعني دي اللي هي المشاريع اللي احنا بنسندها في الاول. تمام. بقى اكتر من 10,000 هو بقى بيكمل، يعني لو لكن دي المساهمه اللي احنا بنقدر ان احنا نساهم بيها. لو واحد عايز مثلا يفتح كشك او محل او كده، الفلوس دي مثلا تجيب له بضاعه،
لكن المكان هو اللي بيجيبه او هو اللي بيأجره. هو يعني هو دلوقتي انا ممكن يبقى عندي بضاعه وعايز مكان ممكن يبقى عندي مكان بس عايز بضاعه، يعني ايا يكن الاحتياج طبعا ده بيدرس وفي لجنه بتشوف ده وبتشوف ده، مش كلام وخلاص يعني، وحد بيقعد معاه، ودول بيبقوا متخصصين قوي وبيقدروا يعرفوا في مثلا مشروع هيقوم بيه 2-3 مع بعض، في مشروع هيقوم بيه 2 مع بعض، تمام، في مشروع هيقوم بيه 1-1 وهكذا. طيب برضو علشان الناس تطمن، هل الاجراءات دي بتاخد وقت طويل علشان ابتدي المشروع بتاعي ولا بيتم الانجاز فيها سريعا؟ هو كل اللي هيحصل ان لو انا في منطقه انا ما فيهاش دلوقتي تدخل من الاسقفيه، يعني مش تابع منطقه، فبنشوف نقدر نلحقه بانهي اقرب منطقه اللي هي ممكن ان هو يلتحق بيها، بحيث ان هو في اقرب وقت، يعني احنا نبقى سعداء انه ده يكون في اقرب وقت اخد دوره وقدر ان هو يكمل مع زمايله في المكان ده. هاي المعارض بقى سيدنا، يعني احنا ازاي بنساهم في اقامه معارض علشان نسوق؟ المعارض دي لوكال، يعني المعارض دي لازم تكون لوكال في كل مكان، يعني انا مثلا قطاع مصر القديمه انا عندي معارض لازم، يعني فانا يعني طلب حبه لكل مكان ولكل بروشيه ان معارض الشباب المنتج او معارض للاسر المنتجه او معارض للايدي اللي بتعمل واللي بتنتج ان احنا نهتم بيها ونديها اولويه، وان احنا ما نجيبش ابدا، يعني انا قلت يعني مع احترامي للكل ممنوع حد يشتري اي حاجه من مصانع الملابس، والناس استجابت نهائي طبعا. لا ما هو ما خلاص يعني احنا اتفقنا عليه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا احنا عملنا ده بالنسبه للي احنا لو انا كل كنيسه تشتري لاولادها كويس. طبعا اولا في ميزه ان الولد راح المعرض وكان معاه كوبون برقم وراح ينقي، يعني ما خدش يعني قدامه 50 نوع ونقى اللي هو عايزه، طبعا دي ميزه. وعايز اقول لحضرتك ان شعب الكنيسة العادي راح برضه اتفرج، لانه لو راح بره هيشتري الحاجات دي غالية تمنها بالظبط، فلان اصلا الحاجة محطوطة ب 50% من التمن وجودتها عالية. صدقيني يعني احنا فعلا لو شجعنا اولادنا طبعا، ولو احنا خدنا من ايديهم واعتبرنا ان ده مسؤولية علينا في كل مكان، انا يعني اشجع. وقداسة البابا كان اجتمع بكل أساقفة القاهرة واسكندرية وطلب مننا الطلب ده، وقال لو سمحتوا نعمل للشباب المنتج وللأسر نعمل منافذ لكل ولادنا ان هم يقدروا يبيعوا. هل في مثلا تعاون ما بين المعارض اللي بتقيمها الأسقفية ومعارض مثلا بتقوم بها الدولة، يعني يبقى في شراكة مثلا لعرض المنتجات؟ لسه ممكن دي تيجي في البروتوكولات اللي فكرة حلوة. شكرا. شكرا يا سيد. لا دي فكره حلوه وانا مش هتفوت مني. شكرا ليك. العفو يا سيدنا، يمكن بنشوف انه لما بنضل يعني بنكون موجودين. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في العمل التنموي ده كل يوم بنتعلم طبعا، وكل وقت بنقول يا فكره هايله يلا نعملها. فما حد الكلمه افضل كلمه ليس لها نهايه حقيقي. وعمرك ما تقولي افضل كلمه endless، فاحنا عمرنا ما هنقول وصلنا للافضل، بعد الافضل في افضل. اكيد وجود المنتجات دي في معارض كبيره بشوف انه ممكن يساهم في تشجيع الناس، حتى الفئات اللي مش عارفه طبعاً ان فعلا في اسواق بتتعمل. احنا محتاجين نبقى يعني حضرتك برضو يعني فعلا وجهتينا الفكره الحلوه دي وان شاء الله هنمشي فيها يا رب. ملتقيات التوظيف، ودي بقى بتخاطب فئه تانية، هي ما هياش عايزه تعمل مشروعات صغيره ومش عايزه تتدرب على حرفه معينه لكن عايزه تتوظف. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انصح كل من هو حصل على الدبلوم او سنتين مع سنتين او اربعه او بكالوريوس ان انا اخد كورس انجليزي طبعا، واخد كورس كمبيوتر في الاوبريشنال البيزكس الرئيسيه العاديه، يعني اقدر اشتغل وورد، اكتب حاجه ورقه وورد، واقدر ان انا ادخل على الانترنت اعمل سيرش، واقدر ان انا
طب الشغل البيزكس الرئيسي، بلاش اقول اكسل والكلام ده، خليه يعني بعد شوية. بالاتنين دول لما بحطهم مع شهادة البكالوريوس او الليسانس بتاعتي بلاقي فرصة عمل مور ايزي عن طبعا عن عدم وجودهم. يعني يقول طب هتعرف ترد على التليفون، طب هتعرف تبعت تكتب الجواب، طب اكتب جواب، طب هتعرف. انا لازم اتعلم ده، وده كان متوفر في الكاتدرائية في وقت، ومتوفر في كنائس كتير، واونلاين النهاردة ده في حاجات فري اونلاين اقدر ادخل. ودلوقتي بقى عندنا وقت، يا شبابنا استفيدوا بالوقت وخدوا انجليزي واطلع من الكورس ده للي وراه، واطلع في الكمبيوتر من الكورس ده للي وراه. قدم في مكاتب التوظيف. احنا هنا في مصر القديمة عندنا مكتب في كنيسة القديسة بربارة تحت امر الكل في اي وقت، وظائف كتير جدا متعددة مستنية اللي يجي يقول انا عايز اشتغل. في مكتب في الكاتدرائية في خدمة انبا ابراهام الذين ليس لهم احد يذكره، في مكتب في مريمور اسكيلو بطرة، في مكتب في العذراء الزيتون، في مكاتب في نيافة انبا مارتيرو، في مكتب. افتكر كلنا عاملين مكاتب توظيف. بقول لشبابنا الوظائف جاهزة، اظبط سي في كويس قوي ليك، وزوده بالانجليزي وزوده بالكمبيوتر، وان شاء الله تلاقي وظائف. وبفكر كمان نعمل لكم مكتب التوظيف ده لشبابنا اونلاين علشان يكون في تواصل من كل المحافظات. انتظروه قريبا من الاسقفية ان شاء الله. هايل. اونلاين من مكانك، خش وتشوف الوظائف، وافتكر ان ده هيكون اسهل كتير من انا فين واروح وقابل وكده. التدريبات على ريادة الاعمال برضو دي من احد اهم النقاط اللي بيهتم بيها برنامج التنمية الاقتصادية. التدريبات دي لقت نجاح؟ هل في شباب كتير كان مقبل على انه يتعلم ازاي يكون من رواد الاعمال؟ كان معانا عندنا بروتوكول مع منظمة العمل الدولية، وعملنا التدريبات دي في المنيا لأعداد كان المنظمة تارجت المنيا، فعملنا فعلا اللقاءات دي في المنيا وكانت رائعة جدا جدا، وعدد كبير جدا جدا من شبابنا استجاب. هايل سيدنا. يمكن البرنامج انا شايفة ان هو ماشي في اتجاهات مختلفة، يعني هو ماشي في اتجاه التدريب للي عايز يتدرب، واللي عايز يعمل مشروعات متناهية الصغر، واللي عايز يتوظف، واللي عايز يسوق. واضح انه نيافتك ركزت قوي في انه اكيد كل عملية انتاجية ليها مرحلة، كل مرحلة ليكوا برنامج او ليكوا طريق ماشيين فيه. هل في حاجة مستقبلية بتفكروا تعملوها تزودوا على الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها؟ هو تفكيرنا يعني انا يعني الحقيقة بكرة ان شاء الله 12 ظهرا هلتقي 2 مستشارين جايبهم مخصوص لبرنامج التنمية الحقيقة يعني بكرة ظهرا. لان برضو في ذهني ايه الخطوة الجاية، وعايز اكتر وعايز اسهل، وافتكر ان يعني افتكر ان نوع المشاريع، وافتكر ان التسويق هيكونوا من ضمن الحاجات المهمة جدا بالنسبة لي، وافتكر ان برضو تسهيل الحصول على الوظائف لولادنا وبناتنا هيكون من ضمن النقط الرئيسية اللي هتكلم فيها. لكن انا فعلا يهمني، لان البرنامج ده يهم كل الشباب ويهم كل اسرة. ونيافتك قلت انه اهم حاجة فيه الاستدامة، والاستدامة تتطلب تطوير طول الوقت. الاستدامة محتاجة اختيار سليم، محتاجة ريادة زي ان انا ادير العمل بتاعي، يعني النقطة دي يعني هامة جدا، محتاجة متابعة طبعا. انا لو ما تابعتش يعني افتكر ان مشاريع كتير بتقف بسبب عدم بالظبط. و كمان لما بلاقي الشخص او الشاب حاسس ان في جهه او مؤسسه كبيره ورا ظهره بتدعمه، ده بيدي ثقه انه يجازف وينزل للسوق. لان في بعض الناس خايفه من فكره انها تجرب عمل حر عشان المجازفه، هخسر. فلما بيكون في جهه داعمه ورايا بتدعمني بمعلومات بتساعدني
أعتقد ده الكنيسة ليها دور رئيسي. يعني أنا ولد جاب عربية حاجة صغيرة، أنا شغال كل المشاوير، أنا باجي أدور على أي مشوار، مين من ولادنا عنده دي؟ مين من ولادنا ينقل ده؟ مين ولادنا عنده ميكروباص؟ مين من ولادنا عنده عربية نقل؟ مين من ولادنا؟ لازم أفكر في كده. مين من ولادنا بينتج دي؟ طب مين من ولادنا بيجيب خضار؟ عايزين نشتري خضار. مين من ولادنا بيعمل عيش؟ مين من ولادنا بيعمل؟ لازم. فإحنا اللي لازم نشغل ولادنا، إحنا اللي لازم ندعم ولادنا. دي نقطة في منتهى الأهمية. زيها بالظبط زي ما أنا يعني بدخله برضو في وظائف، طب ما هو برضو لازم باخد من ولادنا وبدي ولادنا. صح. هي هي. صح. وأكيد الكنيسة لما تقول إن في ملتقى للتوظيف، شركات كتيرة جدا ورجال أعمال كتير جدا هيرحبوا بده. موجودة الوظائف، موجودة الوظائف، وأنا كان فريش وألاسكا وكذا مصنع طلبوا مننا وقالوا هاتوا ولادكوا ندربهم ونشغلهم. يعني مش بس يشتغلوا، ده كمان يتدربوا. فعلا يدرب ويشغل. شركات كتيرة جدا ورجال أعمال كتير جدا مستنيين ولادنا، مستنيينكم، مستنيين ولادنا يجوا يقولوا احنا عايزين. هو ده الفكر الجديد اللي الكنيسه بتنتقل ليه، فكره تحويل الاسر من انها تكون اسر بتطلب مساعده الى اسر منتجه، يعني اسر عندها دخل ثابت من خلال التدريب والتوظيف او المشروعات متناهيه الصغر. هي دي التنميه. التنميه كمان في تعريفها، غير ان انا ابقى اندبندنت وغير ان انت تمكنين، يعني هي تمكين تعريف، ده احد التعريف تمكين. تعريف تاني عدم اعتمادية. تعريف تالت مهم جدا المساواة. يعني ايه المساواة؟ يعني زي ما اكتشفوا ان واحد عنده ثروة قد مش عارف ثروة كام بلد واحد، فالتنمية في معناها ان انا اعمل مساواة للناس بحيث يبقى في ليا فرصة في الحياة زي ده. فالثلاث مفاهيم دول بيتحققوا من خلال التنمية الاقتصادية. هل يفتك بحضورك مثلا قصة أو موقف لشاب حياته اتغيرت من خلال مشروعات برنامج التنمية الاقتصادية؟ مجموعة كبيرة جدا من الشباب كانت ديبندنت وقامت حياتها، ومشاريع كتير جدا بدأت ونجحت. بس النجاح يعني زي ما بقول لحضرتك سره في ان هم اختاروا نوع ملائم في مكان ملائم، وكل الناس حواليهم شجعوا المجموعة دي ونجحوا. زي بطة. زي بطة. بيفرق معايا قوي لما بلاقي مثلا سيدة او شابة عارفة هي عايزة ايه وفاهمة طريقها ازاي وتبتدي وتنجح، دي بتكون حافز كبير جدا، وخصوصا في الاماكن النائية اللي يمكن البنات فيها بيشتغلوا في حدود ضيقة جدا بامكانيات قليلة جدا. النهاردة احنا طبعا مصر زي اي المجتمعات ما بقاش في فرق بين الولد والبنت طبعا. وانا عايزة اجهز نفسي، انا بلاقي ده في اسقفية الخدمات، ان البنت مش حابة انها تكون قليلة صح في زواجها. صح. ومش حابة انها لا يعني انا ده جبته وانا ده عملته وانا ده اقدر عليه. وبلاقي نوعيات من بناتنا رائعة جدا 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 يعني. فالنهاردة احنا لازم نمكن، زي ما بنمكن الولد لازم نمكن البنت من اجل حياة، من اجل بيت حلو. الايد من هنا وايد من هنا. صحيح. سيدنا في ختام حلقتنا النهاردة اللي أنا استمتعت بيها جدا وعرفنا منها معلومات قيمة ومهمة جدا عن برنامج التنمية الاقتصادية، عايزة من يافتك نصيحة لكل الشباب اللي بيتابعونا، سواء كانوا يعرفوا معلومات قبل كده عن لجنة التنمية الاقتصادية أو لا. أول حاجة عايزة أقولها إن مفيش واحد فينا وجد بدون موهبة طبعا، ومفيش واحد فينا ربنا ما ادالوش عطية خاصة حلوة كل الباقيين يتمنوها يبقوا زيه فيها. عنده حاجة مميزة، انت وانت عندكوا حاجة مميزة. دي اول حاجة انا لازم اتأكد منها. الحاجة التانية ان انا لازم اربح بالوزنات اللي عندي.
وأمد الإيد. أنا دايما أقول إن مد الإيد مش بس مد الإيد إنك بتدي، لأ أنت بتدي وبتتسند، فالإيدين اللي هي بتسندك محتاج إنك تمد إيدك عشان يعرفوا حتى يسندوك وتقوم. فمد إيدك، اسند وتسند، اسند وتسند، واشتغل واتعب، والكنيسة مستنياك، هتحطك في المكان المناسب، سواء في وظيفة أو سواء في قرض أو سواء في مشروع، هتتعرف على إمكانياتك ونزود إمكانياتك، ولكل شبابنا من نجاح إلى نجاح. أمين. وعلى وعد يا سيدنا بلقاء قريبا يكون بيجمعنا بالشباب اللي نجحوا من خلال برنامج لجنة التكوين. الشباب جاهزين منتظرين تقولوا لهم الميعاد، وهم كلهم هيا إن شاء الله يكونوا موجودين معنا في حلقة قريباً، ونتعرف أكتر على الخطوات اللي اتبعوها في برنامج التنمية الاقتصادية. بالضبط. شكرك جزيلاً لسيد. إحنا سعداء جداً بوجود نيافتك معنا النهاردة، وبشكرك مرة تانية على استضافة نيافتك. شكرًا جزيلاً لسيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس، أسقف عام مصر القديمة والمانيا لأفهم الخليج وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية. شكرًا جزيلاً يا سيدنا، وأشكركم جداً على متابعتكم لينا النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.